السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائنا الكرام في الدرس، سوف نتعرف على مختلف اختيارات المهمة في Panel de Configuration أو Control Panel في قائمة ويندوز. فإذا كان لدينا أي نظام ويندوز فيمكننا أن نصل ل Panel de Configuration أو Control Panel من خلال الضغط على زر ويندوز واختيار Panel de Configuration عن اليمين إذا كانت ويندوز 7 أو ويندوز XP. أما إذا كانت ويندوز 8 أو ويندوز 10 فيكفي بالبحث عليها Control Panel أو Panel de Configuration بهذا الشكل Panel de Configuration. ستظهر لنا اختياراتها. Panel de Configuration تتكون من تقسيمات، ونختار من هنا كاتيجوري التقسيمات. التقسيم الأول أو المجموعة الأولى Security System and Security، وهي متعلقة بالحماية والتحكم في تحديثات وفي مختلف الأمور المتعلقة بأمن وتنظيم الويندوز. الأمر الثاني وهو متعلق بالريزو إنترنت، يعني الاتصال بشبكة الإنترنت وعمل شبكة محلية وتنظيم الشبكة أو مسح الشبكة أو تغيير إعدادات الشبكة بكل أشكالها. Material and Audio يعني التحكم في الأجهزة والملحقات والطرفيات والوصلات كلها بكل أنواعها، سواء كانت كاميرات أو كانت يعني طابعات أو كان غير ذلك، أو كان Audio Peripheric Audio أو Peripheric Video أو أي غير ذلك. Program وهي مرتبطة بالبرامج وإدارة البرامج كما رأينا في فيديو سابق. وأيضا كونت اي بروتكسيون يعني التحكم في المستعملين او المستخدمين يوزرز اكاونت، يعني حسابات المستخدمين والتحكم فيها، اضافة مستخدم جديد او ازالة مستخدم قديم او وضع باسورد يعني كلمة مفتاحية. ونحن نعرف ان المستخدمين في الويندوز هنالك نوعان من الاستخدام، الاستخدام الرئيسي وهو administrator، والاستخدام الاضافي وهو Another users أو utilizators يعني these other. ودائما يكون للأدمينستراتور الأمر التحكم في الحساب بشكل كامل وفي الحاسوب بشكل كامل، لكن بقية المستخدمين يكون لهم اختصاصات أقل. أيضا هنالك appearance personalize يعني التحكم في المظاهر وفي الشكل العام في للشاشة وللتيمات واختيار أيقونات على سطح المكتب وأمور كثيرة أخرى. أيضا Org et Langue Region يعني اختيار اللغة ولغة الإدخال ولغة العرض، وأيضا المنطقة، منطقة العمل أو منطقة التواجد أو منطقة السكنة. أيضا التحكم في مختلف الإعدادات الخاصة بالشهر والتاريخ وطريقة عرض التاريخ والشهر، وأيضا التحكم في إعدادات المزامنة مع التوقيت، أي توقيت تختاره، وأيضا اختيار اللغة، لغة العرض أو لغة User Interface، وهي يمكننا أن نختارها ونقوم بتنزيل لغات عرض جديدة. أيضا هنالك Option d'ergonomie وهي إضافات ذوي الاحتياجات الخاصة، تقدم بعض اختيارات مثل اختيار قارئ الشاشة وهو خاص بنطق وتعريف كل عناصر الشاشة بشكل كامل. أيضا هنالك اختيارات كثيرة مثل التحكم في لوحة المفاتيح والتحكم في الفأرة. كل هذه الاختيارات هي اختيارات رئيسية، يمكننا أن نختار ما نشاء فيها ونتحكم في كل أمر على حدة. نحن في هذا الدرس سوف نتحكم وسوف نتعرف على مثلا ريال اوديو. نضغط هنا يظهر لنا اختيارات متعددة. بيريفريك امبريمونت هي هذه يعني التحكم في الأجهزة والطابعات، يمكننا الوصول إليها من هنا ويندوز، وهنالك بيريفريك امبريمونت هكذا. هناك تظهر جميع الطابعات الافتراضية التي تكون افتراضية، وغالبا ما يكون في الويندوز هاتين الطابعتين، الفاكس، وممكن أن تجد الفوكسيد أو مايكروسوفت دوكيمنت
رايتر وهي افتراضية في الويندوز. يمكنك أن تختار أي طابعة وتضغط على الزر الأيمن وتختار ديفيني كوم أن بريمونت بار ديفو، يعني تحديد كطابعة افتراضية وهي التي ستظهر في الطباعة بشكل آلي، أو كري الراكورسي أو بروبريتي دو لامبريمونت، يعني خصائص طابعة، وهنالك اختيارات طباعة اوبسيون دو دامبريسيون. هنالك الطابعة الافتراضية عندي هي كانون، يمكنني أن أختار هنالك اوبسيون دامبريمونت وتظهر لنا اختيارات الطباعة وكل إعدادات الطباعة الخاصة بكانون. ممكن أن تكون لديك أنت HP أو أن تكون لديك 20 طابعة ويمكن أن تختار طابعة واحدة هي التي تكون افتراضية. هنالك أيضا وحدات متنوعة وأجهزة متنوعة وهي كثيرة، يمكن أن تظهر بشكل كثير، يمكنك أن تختار ما تشاء منها وتضغط على بارامتر أو تتحكم في اللغة أو أن بروبريتي مثل هذا، يعني تظهر لك معلومات الوحدة بهذا الشكل. هنالك عندنا اكزيكيسيون اوتوماتيك، يعني التحكم الالي او التشغيل الالي، نضغط عليها وهي التي وجدناها في بروغرام بار ديفو، يعني يمكننا ان نختار لاي برنامج ما نشاء او لاي ملف ما نشاء من البرامج، او ان نختار ريفوني لفاليو بار ديفو. ايضا هناك اختيار ثالث هو الصوت، وهو التحكم في الصوت وفي المدخلات الصوتية. نجد هنالك لدينا فقط سماعتان اوت بارلور واحدة، ويمكنك أن تجد أكثر من واحدة وتختار ما تشاء منها، وتختار أيضا اختبار يمكنك أن تختبرها أو أن توقفها تماما هكذا. نختار تيست، يعني نختبر سماعتان. هنالك ايضا انغيستخومون، يعني الميكروفون، وهو يظهر بهذا الشكل، يمكننا ان نختاره وان نضغط على افيشي لي بيريفيريك لي كونيكتي، يعني اظهار جميع الوحدات الاجهزه غير متصله بالانترنت. وكونفيغوراسيون ريكوموندي فوكال، يظهر هنالك ريكومونسي فوكال، اختيارات متعددة لاختبار السماعة مثلا، لاختبار السماعة ولضبطها، إما هذه أو ميكروفون دو بيرو أو أوتخ، وتواصل في إعداد هذه المسألة. هنالك أيضا صون أنجلي صون أو تبويب صوت، وهو يتحكم في صوت الويندوز، أصوات الويندوز. هنالك تيمات جاهزة للويندوز، إما أن نختار هذه أو أن نختار هذه أو نختار هذه أو أن نختار هذه، يعني يتغير الصوت في كل لحظة. أصوات الويندوز، أصوات تركيب USB، أصوات إزالة USB، أصوات تشغيل، أصوات أي شيء في الويندوز يتغير صوته، يعني يمكن أن نختار أي تيم من هذه التيمات، أو نختار عدم وجود صوت ثم نخصص، يعني يبقى لنا الاختيار. يمكننا أن نحدد يعني اسم جديد، يعني تيم جديد للأصوات، ومن هنا نختار أي صوت ونسمعه، ويمكننا أن نغيره لما نشاء بهذا الشكل، ويمكننا أن نغيره في الأصوات بهذا الشكل، نغير ما نشاء، أو أن نختار باركورير الصوت الذي يناسبنا، بشرط أن يكون الصوت بصيغة ويف، بشرط أن يكون الصوت بصيغة ويف، ويفضل أن يكون في ويندوز ميديا، يعني في فولدر أو مجلد ميديا في ويندوز، يفضل أن يكون بهذا الشكل. وبعد ذلك نختار ما نشاء ونضغط على أوفرير بهذا الشكل. أيضا هنالك لدينا
اختيار رابع كوميونيكاسيون، متعلق بالصوت والتحكم في الصوت العام، يعني دي زاكتيفيتو اوتر سون، يعني ايقاف جميع الاصوات الاخرى، او ريدوير لو فوليوم، يعني تحديد او تحجيم الصوت في 80 او تحجيم الصوت في 50، او نوفير نو ريان فير، لا تفعل شيئا. وبعد ذلك نضغط على اوكي، لا ننسى ان نضغط على اوكي عندما نختار الاختيارات التي تناسبنا، نضغط على اوكي او نضغط على انهاء، انهاء انولي، الغاء. هنالك اختيار رابع وهو اوبسيون داليمونتاسيون، التحكم في ما يسمى بالتغذية، التحكم في التغذية يعني توصيل الكهرباء، إما أن يكون إيزاج نورمال ريكوموندي يعني عادي طبيعي، أو إيزاج إيكونومي، وغالبا ما يختلف الإيكونومي عن نورمال في أنه يوفر الطاقة، اقتصادي أكثر. ويمكننا أن نغير الإعدادات من هنا، يمكننا أن نوقف هذا الاختيار، استومبي لافيشاج، هو متعلق بتقليل الضوء، يقلل ضوء الشاشة بعد دقيقتين عندما يكون بالبطارية، وعندما يكون يشتغل الشاحن فإنه 5 دقائق يستمر ثم تقل إضاءة الشاشة. أيضا هنالك شيء ثاني وهو متعلق بالإيتاندر ليكرون، يعني توقف الضوء عن الشاشة بعد 5 دقائق إذا كان موصولا بالبطارية، وإذا كان موصولا بالكهرباء فإنه يستمر إلى 10 دقائق. هنالك مترو لورديناتور اون في، يعني إثبات الحاسوب، وهو يمكن أن تكون 15 دقيقة، وهنالك 30 دقيقة، أو يمكننا أن نختار ما نشاء، أو جامي يعني لا تقوم بفعل شيء، سيبقى الحاسوب ولن يتوقف، حتى وبمرور 100 ساعة لن يتوقف الحاسوب، سوف يبقى هكذا بشكل عادي طبيعي، ستقل إضاءته شيئا ما. ويمكننا أن نحدد جامي هنالك أيضا، ونضغط على أوريجستري لوموديفيكاسيون، أو هنالك موديفي لي بارامتر داليمونتاسيون أفونسي، يعني اختيارات متقدمة في الاليمونتاسيون. هنالك نختار الاختيارات المتقدمة، وهنالك 3 واجهات أو 3 إعدادات جاهزة، ايكونومي، بيرفورمانس إليف، يوزاج نورمال اكتيفي، نورمال ايكونومي وباتري دوريجين دينيرجي. يمكننا ان نختار ما نشاء، ثم بعد في الاعدادات نختار ما يناسبنا، 15 دقيقة مثلا في الفي بارامتر دو كارتسون، يعني كارتسون فيل، يعني التحكم في اتصال بالشبكة، التحكم في القرص الصلب، يعني إيقاف متى سيتوقف بعد 10 دقائق أو أكثر، في البطارية، وفي استعمال المقبس الكهرباء، أيضا الشاشة التحكم فيها، أيضا التحكم في البي سي آي، والتحكم في اليو اس بي، وحدة اليو اس بي، يعني تتحكم في كل الأمور، يمكنك أن تتحكم بشكل كامل في جهازك. هنالك أيضا شيء متعلق ب choisir l'autre option qui suit la fermeture de capot، كاتب لك عليها، كيظهر لك هاد الاختيارات هادو، يعني سيقوم بالفي مود في في حالات معينة، lorsque l'appuyer sur le bouton d'alimentation، يعني عند الضغط على زر التشغيل، عندما يكون مشغل الحاسوب وتضغط على زر التشغيل سوف يقوم بالدخول في حالة إثبات أو سبات في مود في. أيضا lorsque l'appuyer sur le bouton mise en veille، أيضا عندما الضغط على زر mise en veille، هنا نجده.
نجد هنا ويندوز اختيارات التوقيف، وهنالك نجد ميزون في، ميزون في بلورونجي. هنالك عند إغلاق الكابو أو عند إغلاق شاشة الحاسوب، يعني وضع الشاشة على اللوحة، خاصة في الحواسيب المحمولة والحواسيب الدفترية. نضغط هنا ويمكننا أن نختار نوغيان فيغ، لا يفعل شيئا، سوف لن يدخل، سوف يشتغل الحاسوب رغم أنني سأقوم بغلق شاشته. هنالك أفيشاج متعلقة بالحجم، حجم الشاشة، والتحكم في جودة الصورة، وفي كثير من الأمور لن نتطرق لها بشكل كبير، سوف نأخذ بعض الأمثلة. نضيف لي بارامتر دافيشاج، هنالك تظهر لنا الشاشة وهنالك تظهر لنا حجم الشاشة، نختار الحجم الذي يتناسب مع شاشتنا. وهنالك سو كونيكتي لو بروجيكتور، عندما يكون متصل ببروجيكتور او داتا شو، عندما يكون الحاسوب متصل بالداتا شو، اما ان نشغل الحاسوب فقط والبروجيكتور يتوقف، او ان الحاسوب والبروجيكتور، او انه يكون اتوند، او ان يكون بروجيكتور انكمو، يعني سوف يكون جهاز العرض وحده يشتغل. هناك ديفيني لا تاي دو تكست بيرسوناليزي، ويمكننا أن نختار من هنا حجم الكتابة، سيكون كبير جدا بهذا الشكل مثلا، كبير جدا. وبعد ذلك إذا ضغطنا على أبليكي سوف تظهر الشاشة كبيرة جدا. أنا لن أفعل شيء في أغمار السيسيون، انا شخصيا لن افعل شيء، سوف اعود للاختيارات السابقه. سنتر موبيلي ويندوز، سنتر موبيليتي ويندوز، وهي اختيارات متعدده او اختيارات محدده. سنتر موبيليتي ويندوز، وهي بعض الاختيارات التي تتحكم مثلا في الاضاءه، هنالك ليمونازيتي ديكرون، وهنالك الصوت، التحكم في الصوت، وهنالك نوعية أو العمل مع الباتري أو البطارية، يمكن أن تختار أي مود أو أي وضع. وهنالك التحكم في الواي فاي أو الاتصال بالشبكة، وهنالك كونيكتور مونيتور، يعني التحكم في البروجيكتور، وهنالك السنكرونيزاسيون أو المشاركة. ويبقى بعض الاختيارات، يعني هذه هي أهم الاختيارات التي يمكننا أن نتحكم فيها. أيضا يمكننا الوصول إليها من خلال الضغط على Windows X، سوف نصل لهذا الاختيار. بهذا الشكل هذا نكون قد انتهينا من ماتريال إي أوديو، والسلام عليكم ورحمة الله.